بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله فيديو مختصر جدا هنحاول نشرح فيه السنجل ساين اون ككونسبت. يعني ايه سنجل ساين اون؟ السنجل ساين اون او المفهوم ده الناس بتستخدمه في السوفت وير بيلدينج، وكونسبت الناس سوفت وير ديفلوبرز بيرددوه. يعني هو الفكره ان انت عندك مالتيبل سوفت وير ابلكيشنز، عندك عديد من السوفت وير ابلكيشنز، ابلكيشن 1، ابلكيشن 2، ابلكيشن 3، اكتر من ابلكيشن. فانت بتلوجن على ابلكيشن 1 بالكريدنشلز بتاعتك، وبعد كده تروح رايح على ابلكيشن 2 تلوجن بالكريدنشلز تاني، وتروح على ابلكيشن 3 تلوجن تالت ورابع وهكذا لحد ما تلوجن على كل واحد انديفيدوال او بشكل منفرد. سنجل ساين اون ككونسبت قال لك لا، انت الابلكيشنز دي كلها فولي اوثنتيكيتد سوا، وان انت بتلوجن مره واحده من على الابلكيشن 1 تقدر بيه. لو انت عملت لوجن سكسسفلي بتقدر ان انت تلوجن على الاذر ابلكيشنز، ابلكيشن 2 و3 و4، من غير ما تدخل تاني اللوجن كريدنشلز بتاعتك او اليوزر نيم والباسورد. دي فكره السنجل ساين اون، ان انت بتلوجن مره واحده على ابلكيشن وتقدر تشوف تدخل من ابلكيشن 1 لابلكيشن 2 من غير ما يطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتاعتك. ده مفهوم السنجل ساين اون. فالديفينيشن بتاعه ان هي دي اوثنتيكيشن بروسيس بتسمح لليوزر ان هو ياكسس مالتيبل ابلكيشنز او سوفت وير ابلكيشنز عن طريق ان هو بيلوجن مره واحده، بيلوجن مره واحده سكسسفلي يوزنج اللوجن كريدنشلز بتاعته. أهمية ده إيه؟ طبعا اليوزر كونفينسنس اللي هو الراحة بتاعت شخص، إن أنت بتقلل إن الراجل ده يفضل يدخل الباسورد ويغلط ويدخلها مرة صح ومرة غلط والكلام ده كله. بتبدأ تبسط الأكسس ده أكروس الفيريوس مالتي فورمز بلاتفورمز، وده بيضمن ليك إن الشخص ده يقدر يأكسس بقية الحاجات بسهولة جدا. دي السيجنيفيكانت بتاعت الموضوع بتاعت السنجل ساين اون. طيب السنجل ساين اون ده بيشتغل ازاي؟ السنجل ساين اون ده انت لو انت طبعا هو ليه انواع، ولكن لو افترضنا ان هو انت بتعمل سنجل ساين اون ويب بيست، فالفكره كلها ببساطه ان انت بتدخل على الابلكيشن بتاعك. الابلكيشن ده اليوزر بيلوجن عليه بس بيلوجن مره واحده، فلما بتلوجن مره واحده هو بيطلب منك الكريدنشلز. الكريدنشلز دي معناها ان انت بيطلب منك اليوزر نيم والباسورد. لما بيحصل كده بتبدا يجنريت ليك توكن. يعني انت لو عملت خلاص انا اتاكدت ان اسمك اليوزر نيم ده اسم المستخدم مظبوط، والباسورد اللي هي كلمه السر دي مظبوطه، ببدا سكسسفول لوجن بتاعك او الاوثنتيكيشن سكسسفول اوثنتيكيشن، ببدا اجنريت ليك توكن. التوكن ده بيبقى هو الحاجه اللي ماشيه معايا اكروس البريفيوس بلاتفورمز اللي انا داخل فيها. التوكن ده انا بقى بتعمل له ستورج عندك في السيشن بتاعتك، ويبدا التوكن ده يفيريفاي بالاذر ابلكيشنز للسبسيكونت اكسس، يعني للحاجات اللي انت عايز تاكسسها بعد كده. فكل مره تروح تفتح الابلكيشن التاني خلاص هو بياخد التوكن. التوكن ده بيبقى فيه اللوجن كريدنشلز بتاعتك، وبالتالي هو بيباي باس عمليه اللوجن في المالتيبل ابلكيشنز. ده ببساطه السنجل ساين اون بيشتغل ازاي. البنفيتس او الفوائد بتاعت الموضوع ده كتيره جدا. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان انت عندك الراحه، ان انت عندك اليوزر ده بيبقى مرتاح بيأكسس المالتيبل ابلكيشنز عن طريق ان هو بيعمل سنجل لوجن، وبالتالي ده بيقلل او بيمنع الاحتياج بتاع ان انت تدخل اكتر من باسورد اكتر من مره. حاجه تانية السكيورتي، هو الامان او عامل الامان زاد عندك في الابلكيشنز، لان انت عملت سنترلايزد اوثنتيكيشن، وده بيمبروف وبيحسن عمليه ان انت بتكنترول الابلكيشنز بتاعتك من مكان واحد، وبيعزز السكيورتي بوليسز بتاعتك. اخر حاجه هي البرودكتيفيتي، ان هو طبعا انت بيبدا ان هو بيستريم لاين بيبسط عمليه الاكسس، وده بيحسن طبعا الافشنسي وبيقلل الوقت اللي ممكن يكون مستغرق في ان انت تاخده خلال الاستنكيشن بروسيس نفسها. ليه؟ لان انت خلاص وانس ان انت خدت التوكن هو بيباي باس عمليته، هو جاست ان هو بيفريفاي الناحيه الثانيه في الابلكيشنز الثانيه، وبالتالي هو بيباي باس عمليه اللوجن، فانت بتقلل عمليه الوقت اللي هو موجود في الاستنكيشن بروسيس، ما بيتعملوش غير مره واحده، وبالتالي انت دخلته
على الابلكيشن او الابلكيشنز اللي موجوده عندك في البلاتفورم بسهوله جدا. الحقيقه ان السنجل ساين اون هم مقسمينه 3 انواع، او هو ليه 3 انواع. اول حاجه بيسموها الانتربرايز سنجل ساين اون، وده ان انت بتاكسس الابلكيشنز بتاعتك خلال الانتربرايز نتورك. وفي الفيدريتد اللي هو المتحد اس اس او، وده بيبقى كولابوريشن ما بين مالتيبل اورجانيزيشنز متفقين سوا. زي انت عندك شركه، الشركه دي ليها سب كومبانيز، انت عايز الراجل ده باليوزر نيم والباسورد دي يقدر ياكسس اي ويب سايت جوه السب كومباني دي او جوه الكومبانيز اللي تبع الكومباني الام الكبيره. ده بيبقى كولابوريشن ما بين مالتيبل اورجانيزيشن. وفي الويب سنجل ساين اون، ان انت عندك عملت ويب ابلكيشن 1، عايز ويب ابلكيشن 1 ياكسس ويب ابلكيشن 2، ده ابلكيشن منفصل وده ابلكيشن منفصل، وعايزهم بسنجل لوجن، ده يقدر ياكسس ده. فده دول ال3 انواع من السنجل ساين اون. البروتوكولز اللي عندنا، البروتوكولز عندنا السامل ده اللي هو بيسموه السكيورتي اسيرشن مارك اب لانجوج، ده اكس ام ال بيزد ستاندرد لعمليه تبادل اوثنتيكيشن واوثورايزيشن الداتا. وفي عندنا طبعا نوع تاني مشهور جدا اللي هم الاوس، الاوس ده اللي هو بيسموه الاوبن اوثورايزيشن، وده بروتوكول طبعا مشهور جدا ومعروف، هو بروتوكول للديليجيتد اكسس للريسورسز بتاعنا. واخر نوع هو الاوبن اي دي كونكت، وده ايدنتي لاير مبنيه فوق الاوس 2، برضو بيسهل عمليه اليوزر اوثنتيكيشن. فدول ال3 انواع بتوع الاس اس او بروتوكول. اشهر انواع موجوده في الريال وورلد امبلمنتيشن هو جوجل ساين ان. انت بجوجل بتقدر تاثورايز عندي، ومن خلال الاثورايزيشن ده او الاوثنتيكيشن بروسيس بتقدر تاكسس اي حاجه موجوده جوه الجوجل سيرفيس بسهوله جدا، لان انت خلاص بقى شخص متعارف عليه ان الراجل ده اوثنتيكيتد عندي، فخلاص انا ببدا اعديه ويقدر ياكسس اي سيرفيس ريليتد بجوجل. وده طبعا كيس كلنا شايفينه. الكيس اللي بعد كده هي مايكروسوفت اوجر، اللي هو ان انا بدي الاس اس او كابابيلتيز عشان احسن الايدنتي والاكسس مانجمنت. دي رسمه بسيطه كده يعني موجود فيها طبعا هنا ان انا عندي دومين 1، ده دومين وده دومين 2، بحط طبعا في النص هنا الاستنكيشن سيرفر بتاعي. اليوزر كله هو بيعمله ان هو بيأكسس دومين 1 وعايز في نفس الوقت يأكسس دومين 2، فبيأكسس دومين 1. دومين 1 هيأكسسه لأول مرة، فهيروح للسنجل ساين اون دومين. سنجل ساين اون دومين ببساطة شديدة جدا هيبعت يستنكيت اليوزر ده عن الاستنكيشن سيرفر، وونس ان هو استنكيتد هيرجع لدومين 1. دومين 1 مجرد ان هو يرجع لدومين 1، يقدر الراجل ده بالتوكن اللي هي جنريتد يقدر ان هو ياكسس دومين 2 ببساطه شديده جدا. فالسنجل ساين اون هو ان هو انا بعمل سيملس اكسس اكروس الابلكيشن بشكل سلس وبسيط. اليوزر بيلوجن مره واحده، ولكن بعد ما بيلوجن سكسسفولي بيقدر ان هو ياكسس المالتيبل سيرفيسز في الديفرنت دومينز المتعارف عليه. تالت بنفيت ان انا بيبقى عندي سنترلايزد اوثنتيكيشن، هو مكان واحد اللي انا بسنكت منه، وبالتالي انا بقلل عمليه ان الباسورد دي اكتر من يوزر يدخلها لفترات كتيره اهو. الاس اس او طبعا السكيورتي بروتوكول المستخدمه هي بتضمن لي ان انا بعمل السكيور انفورميشن اكسشينج، بقدر اقدر هاندل السيشن مانجمنت واللوج اوت بروسيس، بامبروف اليوزر اكسبيرينس طبعا ان الراجل مش محتاج يلوجن على كل مره، فبالتالي انا عملت امبروفمنت لليوزر اكسبيرينس. وطبعا ان انا زودت الانتر اوبريبيليتي ما بين الابلكيشنز في الديفرنت بلاتفورمز. يعني ايه انتر اوبريبيليتي؟ يعني الابلكيشنز مختلفه من دومينز مختلفه بتقدر تكلم بعض بسيملس واي، يعني بطريقه سهله وبسيطه. أتمنى إن الفيديو يكون مفيد، وإن هو يكون ركز على الأجزاء المهمة في السنجل ساين أون وإدى عنها بيست ديفينيشن للناس. شكرا جزيلا لحضرتك.